ايوه هو ده اللي تاخده ده دي زباله دي صح هتبعت يا عم. اه يا عم انت اللي افترى ده. هو انا كنت واخد ذهب بيتكم دي زبالتنا في ايه زباله ايه يا عم اللي انت عايز ده اكل عيش انت عارف بطلع كرتونه بلاستيك قديم الشوال ده هو ايه يا عم انت ايه اللي عارف الشوال بكام بكام يعني 50 جنيه نعم عايز تبيع لك الزباله بتاعي انا ب 50 جنيه رزقي اكل عيشي يا عم ماشي يا عم 50 جنيه بس تاخده وما تشوفش وش ما تجيناش تاخد الزباله شكرا يا البوم ما خدت العيدية هبقى احوشها لك زي كل سنة. اه حضرتك عايزة تاخد العيدية عشان زي السبع سنين اللي فاتوا زي كل العيدية اللي معرفش مصيرها راحت فين دلوقتي لو انا اللي كنت محوشهم وكنت خليت بالي منهم كان زمان دلوقتي معايا فيلا او عربية يا كلب البحر اقسى عليك بقى انا باخد الفلوس دي كلها احوشها لك كل عيد ومجمع لك مبلغ معدي دلوقتي الربع مليون جنيه وشايلهم لك تيجي انت تشك في امك تستني ده بجد يا امي بتكلمي جد طب فين الفلوس؟ شايلها فين؟ عايز تعرف؟ يا لهوي انا لسه هستنى الحلقه بكره يا ابني انجز انا كل يوم بقعد اقول لك نفس الموال بتيجي الصبح ماما انت ما بتجيليش من ده ماما بصراحه على اخر الشارع وبعيد ولسه على ما اروح اشوف الفرن وهتلاقيها زحمه عشان المدارس فك النهارده مش هستنى يا ابني ما تجننيش معاك هتيجي الصبح تقول لي كده يا ماما انا بقول لك مش عايز النوتات طب ماشي انا بقى هطلع عندك مفطرك ماما انا نازل بص يا حبيبي ادي مصروفك خد اهو ومش تاخرش تقعد تتلكع كل يوم زي ما بتيجي امسك تسلمي لي يا رب ربنا يخليك طب بقول لك ايه فين السندوتشات عارفه عديت من جنب مين امبارح مروانه يا بنتي مروانه مروانه صاحبه احمده سيكو سيكو ده بغض النظر عن الهبل اللي عمال يتقال من الصبح ده هعمل نفسي مش فاهم حاجه لو كلب بعرف ايه مثلا مدحت هتخليه اسمه ايه مدحتة يا بابا انا عندي واحده صاحبتي اسمها مروانه لا لا ماما خد يا كلب العرب انت تعمل ايه في البيت هي يا حبيبي قولي بصراحه ومن غير مجامله ايه رايك في المكرونه بص يا ماما بصراحه كانت بس محتاجه شويه ملح انا اكلي ناقص ملح يا كلب البحر جميله جدا يا امي يعني بسم الله ما شاء الله تحفه حلو قوي انا اكدب بقى يا كلب البحر اذا كان انا اصلا شايفاها ناقص ملح عشان انت تحط ملح وانا بعمل اكل يا كداب مين انا مين؟ انا مش هنخلص بقى ايه ده؟ ماما حرام حرامي في بيتي ودخل بالجزمة يا بنتي